أتوقع 454، لأنه زوجته كانت تقول له بخيل جايبني فندق 3 نجوم، وهو رد عليها وقال لها مالك إلا اللي يرضيكي. صدقني دام إنه بخيل وجايبها هنا ما راح تكون 454. تدري إن برج العذراء زي جهاز كشف الكذب بس أكثر دقة، لما نسألهم على الطبيعة يعني ما حد بيكذب وياخذ الهدية دام إحنا مو متأكدين. وبعدين ما كنتي وذا الكلام الفاضي، ترى متحملة وساكتة من الصبح، اتصلوا واسألوا. لا فعلا أنا أحس قدرتي على الكشف أفضل وجها لوجه، خلينا نروح ونسألهم. يب لازم نتأكد إنها توصل للشخص الصح. السلام عليكم. هلا. لا أخت ابتهال، تشيكين للضيف. طيب الحين أكلم محبوب. لا لا ما يحتاج ما يحتاج، أنا محبوب واحد. أهم ميزة عندنا هي الإدارة المثالية للمشهد مع الحرص على راحة النزيل وأمانة. هذا الموضوع ما نلعب فيه إطلاقاً. أنا أعتقد 3 نجوم ما تمشي معايا، فلذلك أنا آسف. تفضل أستاذ بدر. تفضل تفضل. سمي أبوي، أمرني أبوي، الواحد ما ينام هنا ويرتاح يا أخوي، ما شفنا حط عدم إزعاج هنا. أوه ما انتبهنا، بس يعني هو سؤال بسيط، أنت منتظر أي إرسالية من أي أحد؟ إرسالية؟ ما أدري والله، يمكن من خطيبتي، بس أمرني إيش بغيت ليه؟ أمرني يا أبوي إيش بغيت؟ بعدين يا أخي اتصل يا أخي، لا تطقطق الباب كذا، الواحد ما ينام يرتاح. يعني ما كنا نبغى نصحيك، وحبينا نسألك على الطبيعة عشان نتأكد بس. زين حصل خير أبوي، إذا جت الرسالية أرسلها لي الله يرضى عليك، فما لله.